السلام عليكم. هنتكلم النهارده على case of acute lower limb ischemia. قبل ما تسمعوا الفيديو راجعوا الفيديو بتاع technique of the CT lower limb angiography عشان تبقوا برضو ايه متابعين معانا وتتعلموا step by step صح. اوكي الجنرال استراتيجي يعني وانت بتأسس ال lower limb vessels انا شخصيا يعني لما ببقى شغال في حاله زي دي بتاخد معايا وقت طويل جدا. ده اكتر فحص بياخد معايا وقت. انا شخصيا بفسفس قوي في كل الارتريز واشوف برانشاتها واشوف ايه الحته الضيقه واقيسها واقيس طولها واشوف تاثيرها على الديستال ارتريز اللي بعدها. فالفحص بياخد مني وقت طويل يعني. فالفيديو ده ممكن ياخد وقت طويل يعني فالله مستعان يعني. فخلينا نشوف كده الفحص. تمام. تاخد تبتدي من فوق من اول كات معاك عينك بس كده على ascending aorta احتياطي لو ظهر في اي incidental findings. ال descending thoracic aorta ديك ماشي في شوية atherosclerotic change زي دي يعني زي عرفت غير الويندو هتلاقي ان في ايه calcific fossae بسيطة يعني ما مش موضوع يعني. تمام ديك ماشي والله الديامتر بتاع الاورطة accepted. انت عمال تفكر بعدين بدأ تظهر برانشات الأورطة. فعندك ادي برانش اول برانش بيطلع طبعا هو مين السيلياك ارتري. ناخد السيلياك ارتري يطلع يتقسم لمين الهيباتيك والليفت الكومن هيباتيك والسبلينيك وبيطلع برضو منهم الليفت جاستريك هو ده. تمام تمشي برضو مع البرانشات دي وتتأكد والله ان مفيش يعني حاجة غريبة يعني. خلاص بعد كده عندك ال الرايت رينال والليفت رينال وتشوف لو في مثلا معاهم اي اكسسوري رينال ارتريز وبرضه تاسس الدايمتر اوف ذا ارتريز. ممكن تعمل ماب يسهل لك الامور شويه بس ايه تغير الويندو حاجه بسيطه واعمل زوم وتريس يعني شوف اهو سب سيجمنت برانشز اوف ذا رينال ارتري سب سيجمنت برانشز على الناحيه الثانيه برضه. انا بستريح في الاكزيال انت ممكن تبقاش مستريح في الاكزيال عادي جيب كرونال مثلا خلاص ادي عندك اهو الرايت رينال ارتري وعندك اهو الليفت رينال فين الليفت رينال فين في اهو الليفت رينال ارتري. شوف لو في اي ستينوزز بالذات الاوستيال ستينوزز يعني دي كومن عشان بتؤدي طبعا لو هي بايلاترال هايبرتنشن. تمام كده فاضل لك بقى برانش واحد من الابدومينال اورطة مهم هو الانفيريور ميزوتريك ارتري والسوبيريور ميزوتريك ارتري. السوبيريور ميزوتريك ارتري طالع هو جميل وحلو ومفيهوش اي مشاكل ومدي برانشات وتشوف البرانشز بتاعته في الميزنتري تتاكد ان هي تمام. وبعد كده احنا عاملين ماب ماكسيمال تنسي بروجكشن اوكي كله حلو. تعال بقى نشوف الانفيريور ميزوتريك ارتري وانت نازل يعني انت اكسبكتنج ان انت هنا تلاقي الانفيريور ميزوتريك ارتري بس في حاجه هنا مفيهاش صبغه تنزل معاها الحاجه دي مقفوله. تمام بعد كده تلاقي فيها ظهرت صبغه فاول فيو سنتيمترز من الانفيريور ميزوتريك ارتري ار سين اكلودد. طيب الصبغه دي جت منين؟ ما في برانشات طالع في صبغه شايف انت ده يمشي كده معايا شايف في برانشات دخلت على الانفيريور ميزوتريك ارتري. طب البرانشات دي جايه منين؟ جايه من السوبيريور ميزوتريك ارتري يعني امشي بعدها بص عينك طالعين لفوق طالعين لفوق هوب دخل على الاومنتم والاومنتم طالع لفوق ننزل لتحت معاه كمل هتلاقيه جاي هنا جاي من هنا وطلع فولو جاي من السوبيريور ميزنتريك ارتري اهو. تمام ف ده كرونيك اوكلوجن للبروكسيمال بورشن اوف ذا سوبيريور ميزنتريك ارتري وكومبنسيتد باي الكولاترالز اللي انت شايفها دي. اوكي تنزل تاني تحت هتلاقي والله ايه ده ايه ده في حاجة هنا وايه في حاجة هنا دي بقى ايه قص البلاوي. شيل كده الماب ده شوف كرونال شايف سوفت بليك سوفت بليك ومطلع لسان كده شايف انت اللسان الصغير ده شايف ديتاتشد من الول. الناحية التانية نفس الكلام بص ديتاتشد من الول دي بقى قص المشكلة كلها شايف سوفت بليك طرية مش ماسكة في الول كويس في أجزاء تتاتشد والأجزاء تتاتشد دي كل شوية تروح مطلع لك إيه إمبلس تطير وتروح مطرح مطروح بقى وهتشوف بقى هتروح فين. تمام هتلاقي كذا إمبلس موجودة فأنت هنا بقى إيه مهم إنك تفضل تدور على كل
ارتريز من المنطقه دي وديستري. خلاص في حاجه ده الابدومينال اورطه عملنا له تقييم، نشوف هنتكتب ازاي. لو حاجه التقرير بتاعك اهو تمام، نكبر الصوره يا عم اهو عشان ما حدش يقول لي الصوره صغيره. نو نيم، نو نيم طبعا لازم الداتا بتاعت البيشنت ما تظهرش يعني، فانا عشان كده كاتب نو نيم. خلاص كلينيكال داتا لور لمب بالور واكتر على ليفت سايد من يوم تمام. التكنيك والله خدنا بري كونتر زي ما قلنا في الفيديو على الجزء اللي هو انفراجينيكولار، بعد كده خدنا الايري ارتيري، بعد خدنا الديليد فينس ران اوف زي ما شرحنا في الفيديو. خلاص وعملنا بقى 3D و VR reconstruction، بس للاسف انا مش بعرف اعمل الكلام ده على الورك ستيشن اللي معايا، بعملها على الفيتريا تمام. هنا بتاخد وقت طويل وبتطلعش حلوه يعني، محتاجه رامات عاليه على اللابتوب، ما بيبقاش فيه القصه دي يعني. المهم الفايندنجز بقى قدامنا الاورت، اهم فايندنج عندي هو الايه الالسراتيف سوفت اثيروسكليروتيك بليك تمام. ليه؟ لان هي اللي انا متوقعه ان كانت دي كلها سوفت بليك، يعني الجزء ده كان فيه سوفت بليك وفك وطار، فاعتبرتها ان هي الالسراتيف ودي تاتش من الوول شويه. سين في الانفرينال اورتا بريزنت ات في الجزء اللي هو بري بايفوركيشن سيجمنت ميجرز 4 مليمتر ان ثيكنس، وحطيت للدكتور ايه الصوره دي عشان يكون يعني ايه معانا على الخط، يعني يبقى فاهم احنا بنتكلم في ايه الجراح يعني. الدايمتر كويس يعني، هو كاز دايمتر هو الدايمترز كويس تمام. الميجر ابدومينال اورتيك برانشز والله كويسين، قلنا السيليا اكسبيرمنت ستريك ارتري والرينال ارتريز قلنا ان هم كويسين. بعد كده على فيرمنت ستريك ارتري اول 4 سنتيمتر عباره عن ايه ان هم مقفولين ارتين اكلودد. ديستال ريكونستيتيوشن حصل نتيجه ايه الكولاترالز اللي جايه من سبيرم ستريك ارتري. لازم هنا اجاوب على السؤال تاني هتسأله او اي حد هيسأله او مولك ان في ارتري في الابدومن مقفول، يبقى الباول اخباره ايه اللي انا بطمنه، بقول له والله النورمال ميكوز انهانسمنت اوف ذا باول از بريزنت او بريزيرفد. خلاص هنيجي بعد كده ايه الحته بتاعه الكومن الياك والاكسترنال الياك، ناخد يمين ده الكومن الياك ما فيهوش مشكله. خلاص تنزل ابا شايف دي في يعني سوفت بليك بسيطه خالص اهي تمام، دي ممكن نزودها في التقرير. وده الاكسترنال ايليك وده الانترنال ايليك، ننزل معاه ننزل معاه انتيريو بوستيريو برانشز مفيش حاجه سيجنيفيكانت تاني، فانت ممكن ايه تزود ان في سمول بليك سوفت بليك مثلا هنا نزودها هنا مثلا ماشي سمول سوفت بليك seen at the origin of the right internal iliac artery partially attached to its wall. يبقى هنا عندنا بقى ايه risk of emboli ممكن تحصل في المكان ده. اوكي نيجي على الناحية التانية ناخد بس الاكسترنال اليك نخلصه مع بين common femoral مفيش حاجة. نيجي بقى الناحية التانية الليفت كومن مفهوش حاجة external internal في هنا thrombus هي صغيرة تمام. وانا المفروض هنا الاقي يعني زي شايف المنظر ده الاقيه هنا مش موجود، الجزء ده ده artery مقفول، هنا كان في هنا في ارتري ومقفول في امبوليزم حاصل هنا في برانشات الليفت انترنال الياك ارتري. اوكي فبرضه بتذكرها امبوليك اوكلوجن اوف ذا بوستيريو برانشز او عليها بلفيك برانشز تمام اوف ذا ليفت انترنال الياك ارتري تمام. تكمل هنا ده طبعا الحاله دي وصفناها في الفيديو بتاع مسنتريك ماس تمام، بس لو انت يعني انت تمنشن في الريبورت لو انت عايز تكتب ريبورت تاني للابدومين يعني. اوكي اهو ده الكومن فيمورال كده خلصنا الفيمورال خلصنا الكومن فيمورال على الناحيتين مفهومش حاجه. طب تعال نركز على الرجل بقى يعني تعال نروح بقى هنا كده على الرجل دي. انا بحب اشتغل اجزاء ممكن تشتغل مالتي بلانر يعني لو انت عاوز تشتغل كده نظبط عاوز تشتغل كده تبقى شايف هنا وهنا وهنا ماشي اللي يريحك يعني عامل كده تمام.
حاليا ده هو ايه الكومن فيمورال الاكسترنال ايليك سوري السوبرفيشال فيمورال وده البروفاندا. تمام، فالدنيا حلوه مش وحشه يعني، مفيش حد دلوقتي لسه مفيش مشكله. فهننزل بالسوبرفيشال فيمورال، ننزل بالسوبرفيشال فيمورال ستيل بيتنت مفيش اي مشاكل خالص خالص خالص. تمام، دينا كده نكبر الصوره شويه. تمام، انزل ده بوبليتيل. البوبليتيل بنقسمه لمنطقتين خلاص على كده. معلش اهو هنعمل ماب شويه. بص بناخد خط كده تمام، وخط عند الجوينت، وخط كده ايه لحد البرانشز يعني ممكن نعمله كده. الجزء ده بنسميه سوبرا جينيكولار بورشن، والجزء ده بنسميه انفرا جينيكولار بورشن. اوكي، عشان لو في اي ستينوزس في البوبتيل بنريفير للسايد بتاعه. تمام، نيجي هنا بقى. ديك شايف اهو المفروض ان هنا ده انتيريور تيبيال اوتري، وبيطلع منه او بيكمل شورت سيجمنت اوف تيبيو برينيال ترانك، والتيبيو برينيال ترانك بيديك البرينيال اوتري وبيديك ايه البوستيريور تيبيال اوتري. فانا اللي حصل هنا ان هنا في اكلوجن، امبوليك اكلوجن، المفروض الحته دي تبقى اوباسيفايد. المفروض هنا الاقي صبغه. شيل الماب، نعمل زومينج هنا. ده artery، ده tibial brinial trunk، ده anterior tibial artery هيطلع ويروح لقدام. تمام، اهو ده anterior tibial artery. هنا في tibial brinial trunk المفروض يتقسم اتنين. هنا ده tibial brinial trunk المفروض يبقى موجود هنا، بعد كده هيتقسم اتنين brinial artery و posterior tibial artery. ننزل distally، في شوية faint صبغة بدأت تظهر في brinial artery، صبغة بدأت تظهر هنا في posterior tibial artery، رجع brinial artery اختفى. posterior tibial anterior tibial لسه مكمل معانا. anterior tibial اهو مكمل. احنا وصلنا فين في ال leg اهو، في ال mid leg تقريبا. ال posterior tibial اهو anterior tibial قفل اهو في المكان ده، في ال level ده قفل. فبنقيس المسافة دي، نقول والله ان هو شكله في ال upper two thirds of the leg is seen patent however. شوف هنا قفل ازاي، مش موجود في صبغة هنا، هنا مفيش صبغة، في امبلس هنا. تمام، however في ال distal third مش ossified. طيب ال anterior tibial artery بيدي branching او بي subliming dorsalis pedis artery، dorsalis pedis artery اهو مفيهوش اي enhancement. مع الوضع في الاعتبار، مع الوضع في الاعتبار ان احنا هنراجع ال findings دي في ال venous delayed ران، في ران تانية احنا قلنا عليها اللي هي ران الراجع دي، هنكونفيرم الفايندنجز دي عشان ما يبقاش ان الجهاز سبق الصبغة مثلا. خلاص، زي ما شرحنا في الفيديو اللي فات. فالبوستيريور تيبيال اوتري اهو اول جزء فيه مش بيتم، بعد كده بيبقى اوباسيفايد. طبعا الصبغة توصل هنا من فين، من كولاترالز صغيرة يعني لسه مش باينة على مستوى السي تي، بس هي موجودة ماسكولار كولاترز، وبدليل ان هي وصلت الصبغه للبوستيريور تيبر اوتري. بعد كده البوستيريور تيبر اوتري ينزل ويدي الديب بلانتر ارش اللي هو برضه بورلي اوباسيفاي. طيب تعالى نشوف احنا هنكتب الكلام ده ازاي على الرايت لور لمب. نورمال كاليبر اند كونتراست اوباسيفيكيشن اوف ذا كومن سوبرفيشال اند ديب فيمورال ارتريز. البوبليتيل كويس، كان كل التري فوق البوبليتيل كانت كويسه في الرايت لمب. انتيور تيبر اوتري اول 15 سنتي كانوا patent average contrast. distal 10 سنتيمتر is seen non opacified likely occluded by embolic thrombus. dorsalis pedis artery is not opacified. انا عادة بحب اكتب يعني dorsalis pedis تحت anterior tibial artery على اساس ان هو continuation. بعد كده tibial brinial trunk is seen occluded by embolus. right posterior tibial اول 5 سنتي كانوا كويسين، بعد كده occluded sorry، بعد كده بعد في distal reconstitution. تمام، ال deep plantar arch is weakly opacified، دي هنشوفها في delayed. right brinial artery proximal 5 سنتيمتر is occluded patent opacified middle 4 سنتيمتر followed by non opacified non opacification of the rest of the artery. برضه بكتب right tibial brinial trunk right posterior tibial right brinial artery، وبكتب ال deep plantar arch تحت ال right posterior tibial artery، بحيث ان هو الى حد ما يبقى كان الريبورت ماشي مع الاناتومي
of the lower limb. تمام. نيجي بقى على الليفت اللي هي المفروض كلينيكلي هي فيها ايه المشكلة الأكبر. نطلع تعال انت كده اهو، اطلع اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق اهو. تمام. ده خلينا برضو ايه نشتغل مالتي بلانر عشان يبقى اسهل اهو. انا كده عند الليفل اوف ذا هيب واعمل ميب. شايف ده السوبرفيشال فيمورال اهو اهو. طبعا انت ماشي هنا ايه فرحان بقى، فاهم انت؟ والله شكله حلو كويس وبتاع، تمام تمام، ودي شوية برانشات حلو، وتسرح انت بقى فاهم، تسرح شغال بالظبط لحد البوبليتير الارتري. جميل. وبعد تكتشف ان انت ايه عندك اوكلوجن تحت، وتقعد بقى ايه تسرح تحت وتنسى ان في فوق ستيل في برانش انت مبصيتش عليه. كومن فيمورال سوبرفيشال فيمورال بروفاند. هو البروفاند ده اخباره ايه؟ البروفاند ده بيتنسى، بيتنسى في حاجات كتير حتى في الدوبلر، يعني تلاقي تحس ان هو يعني ارتري غلبان كده، محدش بيهتم بيه كده يعني. الدوبلر انا فكك مش هنبص على البروفاند مع انه مهم على فكره، وبالذات كمان خبرك في الفينس، في الفينس دوبلر بتلاقي عيان بيشتكي من قال من ساي بين، وتعمل الدوبلر بتاع نورمال عشان انت ما بصيتش على البروفاند، تلاقي في دي في دي. تمام. انزل انزل. شايف شوف ايه اللي حصل؟ شايف ده دي امبولس قافله وان اوف ذا برانشز، المفروض هو ده قافله واحد من برانشات البروفاند فيمورس. الحته دي هنا المفروض يبقى في ارتري، مفيش ارتري اوكلودد. ده مهم، مهم ان هو يتقال عشان على حسب الكونديشن بتاعت الانفراجينيكولار تيشوز مصد والكلام ده، الله اعلم يعني كلينيك الدنيا هتبقى عامله ازاي تحت. لكن لو تم يعني اتخاذ قرار بامبيوتيشن، محتاجين ان احنا عارفين كويس الستاتس اوف ذا بروفاند بيتن، وهيصد معانا وهيسبلاي بلاد ولا لا. تمام. فده مهم ان انت تتكلم على بروفاندا. فخلينا نشوف احنا قلنا ايه على بروفاندا. left profunda femoris artery patent proximal 6 cm followed by total occlusion by a emboli. البوبليتيال artery زي ما شفنا هو كويس. ننزل 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 اهو. تمام. تعال هنا اهو وننزل، ممكن نشغل الماب تاني اهو. نازلين 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 نازلين، عدينا كل السوبر والانفراجينيكولار بورشنز. ايه اللي حصل ده؟ بس انا عملت ايه؟ هنقفله ونفتحه تاني. تمام اهو 18 دقيقة ما حسيتش بيهم بصراحة. المهم وادي اهو البوبلوتيل. تمام. خلينا بقى نشوفه كده هنا في الاكزيال. ادي الاي تي اي، اي تي اي طلع اول كام سنتيمتر. خليك بص على الاي تي اي قفل وستيل مقفول، مفيش اي كونترست، مفيش اي كونترست. انزل بيه مفيش كونترست خالص، مفيش 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 مفيش. والدورسالس بيتس ارتري نفس الكلام، مفيش اي كونترست خالص موجود. طب شايف مفيش. طيب ارجع تاني، ارجع تاني فوق فوق فوق. ايوه اول الصبغة التيبيو برينيال ترانك قفل هو كمان، انما هنا بقى متشمع مفيش صبغة خالص لا في البستيرو تيبير ولا في البرينيال لحد تحت، مفيش اي صبغة خالص تحت. طبعا دي سيفير اسكيما، وده ماشي مع البيشنت قالوا ان الليفت لور لمب في البين اكتر. تمام. فنشوف احنا هنعمل القصة دي ازاي. اللور لمب ليفت بروفاند فيمرس قلناه، ليفت انتيرو تيبير اتري اول 4 سنتيمتر بيتنت، وبعد كده توتال اكلوجن، وليفت دورسالس بيتس ارتري از نوت اوباسيفايد. ليفت تيبي برنيال ترانك از سين توتالي اكلودد باي امبلاي، وليفت بستيرو تيبي اند برنيال ارتري ار سين نان اوباسيفايد، وليفت دي بلانتر ارش از نوت اوباسيفايد. تمام.
تمام. ايه الاوبينيو بتاعك؟ والله ان دي يا جماعه عباره عن acute bilateral lower limb embolic occlusion of the infragenicular arterial tree as described فوق, more on the left side, sequel to ulcerative soft plaque noted at the infrarenal artery. كده انت فهمت الجراح الدنيا ماشيه ازاي. انت مش بس محتاج انت تشتغل على الانفراجينيكولار بورشن, لا انت عندك كمان مشكله في الاورطه محتاج تتعامل معاها. Recommendation, urgent call for the vascular surgeon. اوكي, اتمنى تبقى الحاله واضحه. كلينيكال داتا, تكنيك, الفايندنجز بتاع التوصيف, لو حبيت تحط صور it will be appreciated a lot. اتكلم على الابدون الاورطه ببرانشاته, مهم ما تنساش تو ارتري ده بيتناسب انترنال ايلياك ارتري والبروفاندا فيمورس ارتري, تحس ان هم غلابه كده ما حدش بيبص عليهم. تمام, طبعا والفينز طبعا لو في اي فحص يعني. رايت لور ليمب اتكلمنا, تقسمها اجزاء والفيمورال والبوبليتير والانفراجينيكولار ارتيريال تري, نفس الكلام على الليفت سايد, بتكتب كل ليمب لوحدها يعني. نقطه كويسه انا افتكرتها ده يا جماعه, ما حدش يكتب البوست ليمبس في نفس الباراجراف خالص, ويقعد بقى ايه يحير الجراح معاه بقى فاهم. ايه هو باراجراف واحد يقعد يقول له مثلا كومن فيمورال ارتري بايلاترالي ارسين مش عارف كذا, هاويفر على الليفت سايد في حته معينه فيها كده, بس بقى على الرايت سايد في حته تانية ضيقه 60% وحته تانية ضيقه 40% طولها كذا. لا, كل ليمب لوحدها الله يكرمكم. تمام, لان المانجمنت لكل رجل لوحدها خلاص, فاحنا هنعمل مانجمنت للرايت لور ليمب بطريقه والليفت لور ليمب بطريقه, فبلاش نميكس التو لمبس على بعض. وكمان في روبوتات الدوبلر محدش يعمل كده, كل لمب لوحده. تمام, يلا توفيق ان شاء الله.